بسم الله الرحمن الرحيم. من الحالات الصعبة جدا في إصلاحها هي طبعا مرض الرأس المنخسف، وساعات الرأس المنخسفة بيبقى معها كمان رأس مثلث، وساعات الاتنين بيبقى معاهم استسقاء، يعني زيادة في ضغط المية في المخ، وده بيؤدي إلى إن العيب بيبقى كبير جدا وإصلاحه صعب جدا. فالطفلة اللي معانا دي عندها رأس مثلثة وعندها رأس منخسفة على الناحية الشمال، وكمان عندها استسقاء، فده خلى الرأس بقت كبيرة قوي زي ما انتوا شايفين، وبعدين خلى العينين برزين للخارج، والحواجب راجع لورا، والجبهة منخسفة من ناحية الشمال، وبعدين عشان الضغط عالي فبقيت الرأس كبيرة جدا ومدورة. الجماعة دول إصلاحهم بيبقى صعب جدا لأن في أكتر من عيب، والأشعة ممكن قوي تخدعنا بسهولة ونفتكر إن مفيش استسقاء لأن حجم الجيوب ما بيكبرش. فالحالة دي بالذات هي من اليمن، وكانت جاية عشان إصلاح رأسها، ولما بدأنا الجراحة فوجئنا إن ضغط المخ عالي جدا، وفعلا في الآخر ركبنا سمار. الجراحات في الحالات دي بتبقى صعبة شوية لأن أنت المفروض تخلق بقى جبهة جديدة بالعظمة السليم، وبعدين ترجع تثبتها وتركبها، وعادة بنحتاج شرايح ومسامير، ولكن أنا الحقيقة في شغلي ما بعملش خالص شرايح ومسامير لأنها بتعيش مع الطفل، ممكن تبقى مصدر التهاب أو ميكروب. فهي دي الحالة بتاعت الطفلة مناهل من اليمن. يبقى دي كانت الصورة، دي بقى الصورة بعد الجراحة بعد ما عدلنا الرأس. فدلوقتي زي ما انت شايف الحواجب بقت بعد ما كانت راجعه لورا بقت طالعه لقدام، الجبهه بعد ما كانت مثلثه ومسحوبه لورا اصبحت دلوقتي طبيعيه، وطبعا شايفين فوق الجرح. في الحالات اللي زي دي الجرح بيبقى كبير جدا، بيبقى من الودن للودن، لان احنا تقريبا بنفك تلتين الجمجمه ونعيد تركيبها تاني، والجبهه نفسها غير قابله للاصلاح لان العظم تخين والطفل كان كبير في السن، فاحنا بنحتاج بقى بنفك عظم من خلف الراس ونحركه لقدام ونستعمله كجبهة جديدة عشان تبقى ناعمة وتبقى كبيرة عشان شكل الطفل يبقى سليم. طبعا هتلاحظوا ان كالعادة في حالات المنخسفة المناخير بتبقى معوجة، في الحالة دي المناخير معوجة للجهة اليمنى. طبعا ده مجرد اجراء الجراحة، عملية عوجاج المناخير بتقف وبتصلح مع الوقت ولكن مش بالكامل، جزئيا. وهتلاحظ برضو ان في بروز عند الجبهة من الناحية اليمين، دي كلها من المشاكل بتاعت الرأس المنخسفة، بتعمل اعوجاجات جامدة في الوجه. وعلشان كده دايما بننبه على الأسرة ان لما يبقى في رأس منخسفة عايزين نعمل العملية بسرعة ابتداء من شهر، كل ما بتتأخر بيحصل مزيد من التشوهات والانحراف في الأنف وفي جانب الجبهة، والعظم كمان بيبقى صعب وناشف فبيخلي الجراحة أصعب وأصعب، وطبعا أخطر شوية على الطفل. برضو أحب أطمن الأسرة ان عادة جراحات الالتحام المبكر من الجراحات الامنه نسبيا عندنا احنا في جراحه الاعصاب، لانه ربنا سبحانه وتعالى عامل غطاء للمخ اسمه الام الجافيه، يعني الام القاسيه، لانه فعلا عامل زي الجلد بيحمي المخ تماما اثناء الجراحه، وبيقلل جدا المضاعفات اللي ممكن تحصل للمخ نفسه تقريبا بصفه مطلقه يعني. يبقى بس دي انا حبيت اوريكم حاله من حالات الراس المنخسفه لما ضغط المخ بيكون عالي. فعادة بتبقى الراس صغيرة وراجعة لورا، لكن في دول بتبقى الراس كبيرة والجبهة طالعة لقدام، وإصلاحهم الحمد لله سهل وميسور. بيبقى أصعب شوية ومحتاج تعديل في التقنية الجراحية شوية، ولكن في النهاية بيطلع طفل جميل يكمل حياته بقى بإذن الله في أحسن حال.